مش هذوك اللي يعطيوك في الحليب هما يجيبوا في الحليب هذوك يزيدوك في الشحم 10 كيلو اللي خديتهم من الماكله هذيه الحليب يجي من التغذيه المتواسنه والمراه اللي ترضع تضعاف على خاطر هكاك احنا مخلوقين يعني نزيدوا في الميزان في فتره الحمل ما لازمناش نزيدوا برشا ما تعرفنا بعد كيف يخرج الصغير والخلاص تقعد كل 4-5 كيلو في الجسم نتاعنا مخزونه لتكوين الحليب. هي تو بنت عمرها عام وهي موجوده ديما معاها بالعكس معناتها ديما احنا نتمناوش كان الصغار الكل ياخذوا ديما حليب امهم في العامين الاولاني. راهي كان فاتت العام تنجم تولي تو تدخل لها ماكله اخرى على خاطر في الفتره الاولى لازم كان حليب الام اما كي تغلق العام تنجم تو توفر لها ماكله وحليبها هي يكفي يلزمها بشويه شوية يعني تبعد على الرضاعة إلا كان هي ما تحبش تكمل المدام بما أنها يبش تولي توا تعودها بالخضرة وبالغلة وبالماكلة العادية اللي إن شاء الله تكون متوازنة يعني عادية خاطر فيها إشكالية إيش معناتها عادية الماكلة دي من والحليب شنو تعمل فيه؟ الحليب ماهوش ضروري كيف ما نحكي ديما راهو انا قبيله كنا نحكي وقلت لك توا ديما نقولوا الماكله الاكله السريعه هي اللي تسمن المونك دو سبور معناتها الناس ما تتحركش المونك داكتيفيتي هي اللي تسمن وشنو الحال نتاع البيبي اللي سمن ما نعملوش سبور للصغير وما نهزوش معناتها الغيستورون باش ياكل يعني ايوه ولكن صغير عام معناتها عام وشويه من الحليب ما نعطيهوش يعني حليب مثلا هي ما تقبلش بالكل ما تاخذش حليب بالكل ممكن وانها تاخذ الحليب اما تو باش تعودها بالماكله يعني باش تقعد متركزه كان على الحليب تولي ما تعطيهاش معناتها اذا خذيت اكتفائها من الماكله ومشتقات مثلا الحليب تولي مش لازم تاخذ حليب ما يقلق بشويه بشويه تنقص لها يعني خاطر يلزمها تو باش توصل العمر من بعد كي تكبر باش تولي تاخذ الحليب مره ولا اثنين بركه في النهار يعني مش ضروري البيبرون بخلاف الماكله نزيدوا قبل ما يرقد الصغير وكيف يفيق يعني هذيك عنده راهو قيمه وعنده حساب في تكوين الشحم عند الطفل بالنسبه للام تبعد على السكريات والفرينه والمواد اللي ناقصه معناتها بلاش نخال اللي هما معناتها المقرونه البيضه والحلويات والروز الابيض اللي هما يسمنوا برشا من غير ما ينفعوا يعني تحاول باش توجه توا ماكلتها للخضر للغلال وللحبوب الكامله بالالياف نتاعها اللي هما يشبعوها اكثر على كميه اقل وما تكونش يعني يوميا الماكله بنفس الطريقه تغير تنقص في المرقه في الزيوت يعني تاخذ مواد اللي نجم راهي تنجم تتغذى وتقوي في الحليب وتنقص في الشحم فما حتى اشكاليه بشكل الكبير يعني اللي انا نفهمه معناتها فما اغلاط يعني ديما نخمو اللي باش نعمل الحليب يلزمني ناكل كل شيء باش ما نمرضش ناكل كل شيء لكن الماكله المتوفره اليوم اللي احنا تعودنا عليها ماهيش هي الماكله اللي تتجاوب مع الجسم ومع مع توازن الجسم يعني اللي ننصح به هو يعني اكثار الخضره في الماكله نتاعنا على الاقل مره في النهار يعني ما فماش ما لازمناش نعديو نهار من غير خضره ياخذوا الغله نقصوا في اللحوم ناكلوا اكثر حوت نجموا نستعملوا سردينه زيته نستعملوا شويه زيوت زيت الزيتونه وهذه تكون كافيه لل يعطيك الصحه هذه شكرا ليك نشوفك الاسبوع المقبل في نصائح غذائيه جديده